للتخطيط الاستراتيجي، تخطيط التعريف العلمي ممكن حد يقراه؟ الاستراتيجي هو تخطيط بعيد المدى. بس ممكن تقرأ بصوت عالي عشان يسمعونك. التخطيط الاستراتيجي أو تخطيط بعيد المدى يأخذ في اعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ويحدد القطاعات والشرائح السوقية المستهدفة وأسلوب المنافسة. نعم. إذا أهم الأشياء أن أنا بأركز عليها، في عندي داخل مشروعي وفي عندي خارج المشروع، في شيئين، وفي عندي زمن ممكن يكون بعيد المدى. فدائما الخطة عادة طريقة وضعها توضع لثلاث سنوات. كل ما زاد حجم المؤسسة كل ما أنت غيرت في الخطة. إذا كان عدد الموظفين أو عدد الناس اللي ينتمون لهذه المؤسسة أكثر من 200,000 شخص تحط، عفوا، من 2000 شخص تحط 5 سنوات، خطة 5 سنوات سماها خطة خمسية. بعض الدول اللي عندها سكان وايد تحط خطة 30ية أو 20ية على حسب عدد السكان. فليش احنا في قطر مثلا عندنا خطة 2022، أو عفوا عندنا 2030. 2030 شنو هدفها كانت؟ ان احنا نحط خطة أساسية تتركز على 4 شرائح أو عناصر أساسية، 4 أعمدة أساسية، وهاي الأعمدة الأساسية منها تطلع التنفيذ. لكن لاحظوا في الخطة مالت قطر، مثلا واحد من العناصر الأساسية قالوا احنا في التعليم. اللي منكم خذ دورات في التخطيط الاستراتيجي يقول لكم عشان تحطون الهدف لازم يكون محدد بزمن، ولازم يكون، اقرأوا خطة قطر 2030 ما راح تلقون مثلا يعني زيادة نسبة المتعلمين من 30 مثلا، من 30 إلى 40 ألف سنويا، أو زيادة عدد المدارس 15%، أو الجامعات، أو المحو الأمية بقدر مثلا 5%. فما عندنا هالأرقام 5% 30% أو مثلا النسب هاي مش موجودة عندنا في خططنا، هاي خطة الدولة. ليش؟ من يعرف ليش ما انحطت؟ إذا انحطت هالأرقام، على فكرة في وايد محللين استراتيجيين كانوا ينتقدون خطة قطر 2030، إن ليش ما فيها تفاصيل؟ ما تقدر تحط تفاصيل باختصار، أنت رايح في مدرسة التجربة والخطأ، أنت قاعد تجرب. هل تنفذت خطة من قبل في قطر نفس هالمستوى؟ ما تنفذت. هل احنا عندنا الموارد الموجودة معروفة ثابتة؟ لا. هل اقتصادنا ثابت؟ لا. إذا نزل البترول قصصوا وايد مشاريع، وهذا اللي صار عندنا، صح ولا لا؟ فلذلك في أشياء كثيرة ما نحط فيها أرقام ونسب. لما ندخل في مشاريعنا، إذا تبون تحطون مشاريعكم لا تدخلون بالتفاصيل. كل ما كنت فوق في الهرم أنت صاحب المشروع، ابعد عن التفاصيل. أنت تبي تقدم خطة حق شخص يمولك في مؤسستك أو يوافقك، ابعد عن التفاصيل. في طريقة شلون تكتب خطة مختصرة مميزة توضح فكرتك وما تكلف كثير وتعلمك على التجربة والخطأ. فلذلك نعم، متى أسوي خطة أضع فيها أرقام؟ على الأقل بعد 3 سنوات لما تكون عندك الأمور واضحة. لذلك خطة قطر 2030 أنا ما شفت ولا سمعت من حد، لكن أنا متأكد مثل ما أنا متأكد أني قاعد أكلمكم اليوم أنهم راح يعدلون عليها ويدخلون فيها تفاصيل خلال السنوات البسيطة الجاية. وهذا دور من؟ دور الناس اللي تحت، مش الحكومة، تحت الوزراء، تحت الناس هذول هم اللي عندهم التفاصيل. كل إدارة وكل مؤسسة في وضعها، لكن احنا اوكي اتضحت الرؤية، احنا هاي الاتجاه اللي رايحين له، نبي نطور البشر يا جماعة، نبي نركز على التعليم، افتحوا قطر فاونديشن، صرفوا، هاي ميزانية عندنا مفتوحة لها. السنة اللي فاتت ايش سوى في قطر فاونديشن اذا انتم منتبهين وملاحظين؟ عدلوا الميزانيات، وقفوا وايد مشاريع، عادوا الهيكلة، جابوا شركات استشارية. بعد كم سنة؟ بعد 10 سنوات من قطر فاونديشن ما تأسست. فالفكرة الأساسية إن إحنا بعد ما نعرف شنو اللي حولنا، شنو اللي لنا، شنو اللي علينا. يمكن الطريق اللي أنا بروح له مو صحيح. أعرف وايد شباب تجيهم الشطة يأخذ له قرض من البنك ويسوي له مشروع، وأنا كنت واحد منهم على فكرة. أنا في سنة 2002 خدت قرض كبير وبعت كل الأسهم اللي عندي ودخلت في مشروع، وأشوف إن هاي طريقي اللي أنا بمشي فيه، خسرت خسائر كبيرة. 7 سنين في بداية شبابي كنت أدفع من جيبي،
ليش؟ لأنك أنا ما انتبهت حق هالموضوع، وكنت أدرس وين؟ طول الوقت في مكتبي، كلنا على الإكسل مليارديرية. فعرفت متى الواحد يحط خطته يبدأ يجرب. لا تعتمدون على الأوراق ولا تعتمدون على الاحتمالات. يعني يجرب بشيء بسيط عشان ما يخسر كثير، صح؟ لأنه معرض إنه يخسر. تبي تجرب صح لين طلع الكاستمر قال لك هاك هاي فلوسي، هاي هو الوقت الوحيد إنك تحسب كم شخص فعلا مستعد ياخذ خدمتك او مشروعك او منتجك. لما تيجي تعرض مشروعك لجهة لا تروح انت بنفسك بقلب قوي انا متاكد ان هالشباتي بيمشي لان انا اللي مسويه وامي عجبها. خل هاي السوالف لك، معلش، بدل ما تاخذ قرض من البنك وتتورط ابدا اول شيء استفيد، جرب، شوف اخطائك، عدل منتجك وامش. تمام؟ فإذا مرة ثانية بقول لكم تعريفنا العلمي للتخطيط الاستراتيجي. لما احنا نحط خطة استراتيجية هدفنا ان احنا نربح او نفوز او ننتصر. التعريف العلمي التخطيط الاستراتيجي هو تخطيط بعيد المدى. التخطيط القريب المدى احنا ما نسميه تخطيط استراتيجي، نسميه تكتيكات او تكنيك. التكنيك او التكتيك شيء بسيط انا بسويه الحين يوصلني لأهداف بعيدة. يعني والله ممكن اليوم اقول والله خلنا اوكي مثلا نقبل ان احنا نسوي دوره في بنك الخليجي، منها بالمقابل ناخذ والله مثلا نوع من انواع الثقه مع البنك عشان في المستقبل اسوي معهم دورات ثانيه. فهاي يسمونها تكتيك، لكن التخطيط البعيد هو استراتيجي. فياخذ بالاعتبار المتغيرات، في اشياء تتغير. اليوم عندي فلوس، بكره ما عندي فلوس. اليوم عندي مثلا موضوع جديد، بكره ما عندي. فالمتغيرات هذه مهمة، وأركز على جمهوري الشريحة.